بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم ولايف جديد عبر قناتكم قناه اسلام علو على اليوتيوب وعبر صفحتكم صفحه اسلام علو البديله اي مكان بتابعونا فيه. اهلا وسهلا بكم. لايف جديد عبر او عقب انتهاء مباراه الزمالك والداخليه بفوز فريق نادي الزمالك بنتيجه 2-1 على فريق الداخليه، ورسميا الداخليه في القسم الثاني. الحمد لله على الفوز. كلام كتير جدا هنتكلم فيه، وكمان هكلمكم على حوار غريب حاصل من الصبح. عدد كبير جدا من لاعيبه الدوري المصري كلهم بيشتكوا من الظلم والقهر، وكلام كتير هنتكلم فيه من خلال هذا اللايف. ولكن كالعاده دعونا ارحب بحضراتكم على اليوتيوب على طول. ابن المنيا حاضر بيقول لي احلى مساءك وصوتك فل حبيبي يا ابن المنيا. محمد عبد بيقول لي صوت تمام، صوت تمام حبيبي. على الفيس اسماعيل وعمر وكل الناس المحترمه، لايكاتكم الجميله عشان نبدا على طول بركه الله. تحياتي واحترامي لجميع المتابعين. نبدا بماتش الزمالك. الحمد لله يمكن اخيرا دخلنا المربع الذهبي. باركولنا جميعا، دخلنا المربع الذهبي. يا حاره دخلنا المربع الذهبي، يا منطقه دخلنا المربع الذهبي، يا متابعيني دخلنا المربع الذهبي. اخيرا الزمالك جوه المربع الذهبي لاول مره هذا الموسم. اخيرا دخلنا برجلينا اليمين المربع الذهبي في الدوري المصري، وده رضا جدا جدا. يعني الحقيقه في حاجه بس كده لازم ناخد بالنا منها، ان في نهايه الموسم في ثلاث نقاط هيتشالوا. احنا دلوقتي عندنا 48 بونت، المركز الاول فريق بيراميدز 68 بونت. انت متخيل ان احنا بينا وبين بيراميدز لحد هذه اللحظه 20 نقطه، 20 نقطه كاملين يعني. ما علينا. الاهلي المركز الثاني 63 نقطه، المصري 52، الزمالك 48، فيوتشر 47. في ثلاث نقاط هيتشالوا نهايه الموسم بسبب الماتش الغريب العجيب بتاع ماتش النادي الاهلي والانسحاب المشؤوم دوت، اللي هيفضل سب في تاريخ مجلس الاداره الى يوم يبعثون. القرار الغريب ده في ثلاث نقاط هيتشالوا مننا نهايه الموسم. يبقى الزمالك بدل ما هيكون 48 هيكون الزمالك ساعتها 45. فاحنا بنلعب ماتش خسرانينه، يعني لازم ناخد بالنا منه يعني. ولكن الميزه ان احنا عندنا ماتشات اقل احنا لاعبينها، يعني احنا لاعبين 27 ماتش، المصري لعب 30. فاحنا لو كسبنا يعني الثلاثه اللي جايين لينا هنعدي المصري وهنكون المركز الثالث ان شاء الله. كان زنقه غريبه جدا وموقف غريب، والامل زي ما جمهور نادي الزمالك النهارده كان بيقول في المدرجات يعني ان احنا عايزين المركز الثالث، ويعني فل يعني فل مش مشكله. رضا انتشر كلام يعني ان الجمهور كان بيهتف بيقول العب واكسب الزمالك مش هنقبل غير بالثالث. مفيش مشكله في ظل الموسم ده، يعني في ظل الاحداث بتاعت الموسم ده، اعتقد ان التالت ده فله جدا، ومفرق شربات كمان على كل اهل المنطقه في ظل موسم غريب عجيب كرويا لنادي الزمالك، مليان كمان قرارات اداريه غلط. فلو اتختم تالت 100 فل و10، نادي الزمالك زي ما قلت لحضراتكم المركز التالت، خلف المركز الرابع دلوقتي، خلف فريق طبعا البيراميدز والاهلي. البيراميدز والاهلي طب في ماتش بكره ان شاء الله، اعمل لكم لايف في الليل او الصبح، هنعمل تقرير كامل على هذه المباراه واقول لكم كمان الغيابات والاخبار وكل الكواليس. المصري المركز 52، الزمالك المركز الرابع 48، فيوتشر الخامس، سموحه السادس، زد السابع، سيراميكا الثامن، انبي التاسع، الاتحاد السكندري العاشر، طلائع الجيش ال11، البنك الاهلي ال12، الجونه ال13، الاسماعيلي ال14. يعني يجي بعد كده بقى الفرق اللي هبطت رسميا. يعني انت عندك الداخليه هبط بشكل رسمي دلوقتي، في المقاولين العرب المركز اللي قبل الاخير، بلديه المحله المركز 16، فاركو المركز ال15، لحد الجونه ممكن تلاقي فيه كلام يتقال. اللي ضمن الهبوط خلاص الداخليه، والمقاولين كمان قريب جدا من الهبوط للقسم الثاني. تعالوا بقى نتكلم على اللي بيحصل. في حاجه غريبه النهارده حصلت، لو حضراتكم كده فتحتوا عينيكم الصبح هتلاقوا ان في شيء غريب جدا. ايه الشيء الغريب؟ لعيبه عماله بتنزل بوستات كلها انا اتظلمت، حد يقف جنبي، اللي بيحصل ده غريب، يا جماعه اقفوا معايا، يا جماعه انا اتظلمت. بدا الموضوع ب هقول لكم مين ولا مين الحقيقه، عدد كبير جدا من اللعيبه. تعالوا نشوف يعني فوزي الحناوي لاعب الاتحاد السكندري السابق اللي اصبح فري دلوقتي، ولاعب الاهلي السابق. فوزي الحناوي نزل بوست قال فيه انه وحياه ابني ان اللي مش بحلف فيه كدب، انا اتدمرت نفسيا، وفي مسؤول في الاتحاد السكندري مضطهدني علشان طلب ان انا اخفض العقد بتاعي، والعقد بتاعي انا ما وافقتش، قلت له لا خلي اللعيبه الكبير هي اللي تخفض عقدها الاول، حاطني في دماغه وبقى بيخليني اتمرن ورا الجون. فرساله غريبه، الناس كلها دخلت طبعا اتعاطفت مع الحدث وعمالين يقولوا في ايه. في كمان اللاعب محمد هاشم لاعب الاسماعيلي، محمد هاشم هو كمان دخل على طول قال لك حسبنا الله ونعم الوكيل
الناس قالت له مالك يا كابتن محمد؟ قال لهم هي الناس اللي بتروح تصلي ديت وتسجد وبتقول الله اكبر وقال الله وقال الرسول وعارفين ربنا قوي بيظلموا الناس ليه؟ مالك يا كابتن؟ قال لك بياكلوا حقي وانا عايز حقي والناس ديت ما عندهمش ضمير وحسبنا الله ونعم الوكيل. ده محمد هاشم لاعب فريق الاسماعيلي. الناس بقت محتاره تروح تواسي في محمد هاشم ولا تروح تواسي في فوز الحناوي. قام خرج على طول وكمان عمار حمدي لاعب الاهلي المعار المقاولين العرب وقام دخل وكمان قال لك شكوت ربنا مش لحد. في ايه يا كابتن؟ قام رزع واحده وكمان حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله في ايه؟ قال لك حسبنا الله ونعم الوكيل. طب مالك يا كابتن عمار؟ قال لي انا حاسس انا اصعب احساس انا عايشه احساس كله ظلم وقهر، ناس عاوزه تكسر طموحي ومفيش بايدي حاجه اعملها، لا حول ولا قوه الا بالله. في يا جماعه؟ قبلهم محمد حسن لاعب الاسماعيلي برضو نزل صوره في بايده كده وقال ان اللي في ايدي ده نتيجه ضغط نفسي وانا عندي ضغوط نفسيه. انا متعاطف جدا مع فكره ان اللاعب يكون مضغوط في اي مكان في الدنيا، اي ضغطه بتبقى حاجه صعبه، ولكن الفكره اللي الواحد بيتكلم فيها دلوقتي ان الموضوع بقى كتير بعرق كبير جدا لدرجه ان احنا بقينا محتاجين اطباء نفسيين في الكره المصريه. يجيبوا كل اللعيبه كده ويقعدوا معاهم ويشوفوا اللعيبه مالها، ان اللعيبه عندها طاقه كبيره جدا من الغضب. طاقه الغضب اللي عند اللعيبه ديت هي فتحت كلها بعد الله يرحمه احمد رفعت، برق الجميع بشكل كامل يطلع كل اللي جواه وبرق القصه كلها تبقى صعبه. اللي ليه فلوس واللي مسؤول مضطهده واللي ندمان واللي زعلان. يعني عمار حمدي في ناس فاكره ان هو زعلان من الاهلي، عمار حمدي مش زعلان من الاهلي. عمار حمدي زعلان من المقاولين العرب. عشان بس في لغط النهارده حصل يجي يقول لك هو بيهاجم عمار حمدي بيهاجم الاهلي، ما بيهاجمش الاهلي خالص. هو قصه ان عمار حمدي لما خرج من النادي الاهلي طلع اعاره، جاله عرضين، ركز في الكلام ده، جاله عرضين. عرض من فريق سيراميكا كليوباترا ومع احمد سامي وعرض من فريق المقاولين العرب مع كابتن شوقي غريب. هو علاقته بكابتن شوقي غريب كويسه، حلو الكلام. فكابتن شوقي غريب وعده بقى ان الدنيا هتزقزق معاه وانه يروح منتخب مصر وسيب لي نفسك يا عمار وتعالى معايا. لما عمار حمدي راح المقاولين العرب كابتن شوقي غريب نتائجه كانت سيئه فمشي اصلا من المقاولين العرب. من ساعتها عمار حمدي ما بيشاركش مع فريق المقاولين. فهو يمكن قراره هو، طبعا كل التضامن مع جميع اللعيبه واحنا بنتعاطف معاهم وحاسين بيهم، ولكن في النهايه ده قرارك انت. انت اللي خدت القرار دوت وانت اللي بايدك ترجع في للصوره تاني وتشتغل على نفسك. ولكن اللعيبه صعبه جدا الحقيقه، والضغوط الموجوده وكميه البوستات اللي بتدي طاقه سلبيه في كل مكان احنا متعاطفين معاهم، ولكن الناس عماله بتسال بتقول هو في ايه؟ طب احنا نروح نواسي في مين ولا في مين ولا في مين؟ والجمهور كان الله في عونه بقى هو كمان اللي بيطبطب، يعني الجمهور المصري بقى هو اللي قايم بدور الطبطبه. يروح لعمار شويه حقك علينا يا عمار معلش شد حيلك، وبعد كده يقوم معديين على فوزي الحناوي معلش يا فوزي شد حيلك، يقوم معديين على محمد حسن خلاص يا محمد يا حسن حقك علينا، يروحوا على محمد هاشم خلاص يا محمد يا هاشم عندنا احنا دي. فالجمهور المصري الرياضي بقى هو اللي بيقوم بدور الطبطبه، اللي المفروض رؤساء الانديه للعيبه دول هم اللي يقعدوا معاهم ويشوفوا مشاكلهم ايه. مش ممكن مجالس ادارات زي نادي كبير زي الاسماعيلي ونادي كبير زي الاتحاد ونادي كبير زي المقاولين مش قادرين يعرفوا مشاكل لاعبيهم واللعيبه كاتمه جواها وتطلع تشتكي للجماهير. والجمهور مش هيعمل حاجه غير ان هو هيطبطب، ولكن هو من طابع الجمهور المصري والشعب المصري الطيب انه ما بيحبش يشوف حد قدامه مكسور او في موقف صعب. فالحقيقه كانت حاله صعبه جدا على المستوى الرياضي النهارده بالعدد الكبير جدا اللي طلع من لاعبي كره القدم في الدوري المصري كلهم يشتكوا من الظروف، ولكن ده مش دور المشجع يا جماعه، احنا دورنا نتفرج على كوره. الدور ده هو دور رؤساء الانديه ودور المسؤولين ودور الاتحاد المصري ودور رابطة الأندية. اللعيبة دي تحت مين؟ تحت سقف ناديهم وتحت سقف اتحاد الكورة وتحت سقف رابطة الأندية، مش دور المشجع إن هو يقوم بدور الطبطبة. هو لازم الناس دي تتدخل وتشوف حلول. عموما الموضوع خلص، الناس اللي بتسأل بتقول الداخلية كده هبط؟ اه كده الداخلية هبط مع الأسف. فارس كورتوا بيقول لي إسلام أنت ليه مش بتعبرنا؟ معلش أنا كنت مندمج وبتكلم. حماده الاسكندراني بيقول لي كلنا بنقول لك الصوره والصوت مش واضحين ليه يا كابتن؟ حماده بيقول لي انت ليه متجاهلنا يا جماعه؟ يا جماعه انا مندمج في الكلام بتاعي، الصوت والصوره وحشه. طب حاضر لحظه اقلب لكم على الداتا، الناس اللي عندي على اليوتيوب حاضر لحظه واحده خليكم معايا. اهو كده اتمنى ان الناس اللي موجوده عندي على اليوتيوب بتقول لنا دلوقتي الصوره تمام ولا لا. معلش انا حاولت ان انا اطلع بالاثنين واي فاي عشان صورته تبقى تمام، ولكن ممكن اكون انا غلطت في حاجه زي كده.
اسلام احنا بقالنا ساعه بنقول لك الصوت والصوره مش وحشين، دول الناس مش حلوين، دول الناس يا جماعه على اليوتيوب. حقكم عليا والله يا جماعه، انا كنت مندمج ومركز في الكلام اللي انا بقوله، انا بعتذر جدا لو انا ما خدتش بالي. اتمنى دلوقتي طالب اللي على اليوتيوب يقول لنا الصوت والصوره تمام ولا لا. معلش يا ام صدره حقك عليا، ومعلش يا فارسه قرطبه وكل الناس المحترمين الموجودين معايا، انا اهلاوي ومتابعك وبحبك على راسي. اتمنى دلوقتي الصوره تكون تمام، الامور تمام دلوقتي. تمام يا اسلام، تمام. الصوره مش حلوه عادي. ابراهيم، اسمك ابراهيم ايه؟ حصبه. معلش بقى العتب على النظر. اسلام علوي، الصوره تمام بس الصوره بعافيه شويه. معلش بقى، ما انا مش عارف والله المشكله فين. انا قلبت الموبايل داتا اهوت، ما اعرفش اعمل ايه تاني. بعتذر لكم. عموما احنا كده كده يعتبر خلصنا، ان شاء الله النهارده بالليل هحاول اطلع معاكم اعمل لكم تغطيه في شويه اخبار، بس هقول لكم بسرعه كده وبعد كده اقفل معاكم، علشان باذن الله في السهرة كده او الصبح على حسب الميعاد اللي هكون فاضيين فيه هكلمكم على مباراه الاهلي وبيراميدز. احمد حجازي نجم منتخبنا الوطني انتقل رسميا لفريق اسمه نيوم. نيوم ده في القسم الثاني في الدوري السعودي. احمد حجازي باسمه الكبير بالخبرات الكبيره اللي عملها بينتقل في الاخر لنادي نيوم السعودي. النادي الاهلي النهارده دفع تذاكر خلاص جماهيره بشكل كامل، وشرك وشكر شركه تذكرتي على التسهيلات اللي عملتها، وبيطالب بقى ان هم يرجعوا قيمه التذاكر للجماهير. النادي الاهلي اللي عمل قرار تاريخي طبعا حضراتكم تابعتوه بان هو تحمل تكلفه جماهيره او تذاكر جماهيره في مباراه بيراميدز القادمه. المهاجم النادي الاهلي السابق اليو بادجي اصبح لاعب حر دلوقتي، واي نادي يقدر يتعاقد معاه. لاعب بوردو الفرنسي السابق اللي اعلن نادي بوردو اعلن افلاسه بشكل رسمي، فاللاعب اصبح دلوقتي فري. تعال نقرا بعض تعليقاتكم كده. تمام، سيبك منهم ده وسام حبيبي. وسام حماده الاسكندراني بيقول الله يوفقك حبيبي ربنا يخليك. نيوم محمد ابراهيم بيقول اسمه نيوم، اسمه نيوم على اسم منطقه نيوم في تبوك. ماشي، برضو نكمل بقيه اخبارنا كده. انا كده كده زي ما قلت لحضراتكم هنعمل ان شاء الله النهارده سهره هنتكلم فيها على ماتش الاهلي وبيراميدز، فمش عايز يعني ان احنا ناخد مساحه كبيره جدا فيها هنتكلم في الاخبار، عشان ان شاء الله هكون في تقرير جامد جدا على ماتش الاهلي وبيراميدز بالليل. باليوم مبروك لكل جمهور نادي الزمالك العظيم هذا الفوز، رغم ان هو فوز مش قد كده، ورغم ان الحاله الفنيه للاعيبه الزمالك لسه تعبانه، ولكن ادي النت اصلا فاصل على اليوتيوب تماما، عشان بعد كده يا جماعه ترضوا. الرضا نعمه كبيره. انتظر بس البتاع ده يلقط عشان نعمل تقييم. بعتذر الناس اللي على اليوتيوب، انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل عندكم، حقكم عليا. الصوره وحشه قوي يا اسلام، تقريبا مش باين في الفيديو. والله يا احمد يا عساف انا مش بمزاجي، انا اشاور لكم كده يا رب اكون ظاهر دلوقتي. ها شايفيننا يا جماعه؟ الو ظاهر؟ والله يا جماعه انا زهقت من باقه النت، وزهقت من الواي فاي، وزهقت من الداتا، ومش عارف اعمل لكم ايه بصراحه. بقول لكم ايه، انا شايف ان احنا نقفل، ايه رايكم نقفل؟ انا كنت عايز اقيم لعبه الزمالك في الماتش ده، ادي كل واحد فيهم حاجه من 10، بس نقفل لو الدنيا بايظه نقفل وخلاص، والصوت والصوره كويسين. يا شيخ البث وحش جدا، بس مش من عندك، النت في مصر الشبكه وحشه عند كل، البث بيقطع. وانا بقفل بقى تمام؟ والله العظيم حاجه صعبه جدا. تعالوا نقيم لعبه الزمالك لما اقفل، يلا رخامه بقى. تعالوا نبدا بتشكيل نادي الزمالك كده، وبعد كده نقول لعيبه الزمالك النهارده تقييمها كان ايه. الزمالك النهارده لعب بطريقه 4 2 3 1، خط حراسه المرمى محمد صبحي اديله النهارده 4 من 10، محمد صبحي متوتر، باين عليه ان هو متوتر جدا محتاج يهدى. احمد والفتوح اديله 5 من 10 لسه ما جابش مستواه. احمد مجدي 3 من 10 متوتر، خد انذار خرج. حمزه المسلوسي اديله النهارده 4 من 10، تقييمات مش عاليه لان لعبه معلش كوره عاليه، كان عنده اخطاء كتير برده المسلوسي النهارده وبرده خد انذار. عمر جابر النهارده اديله 6 من 10 لان هو كان ليه تاثير جدا الحقيقه من اسيستات وضغط قوي جدا، عمل ماتش حلو جدا. عبد الله السعيد النهارده اديله 5 من 10، عبد الله السعيد بيعاب عليه بس البطء، ولكن برده يبقى مفتاح لعب مهم جدا لنادي الزمالك. نبيل عماد دونجا اديله 4 من 10، مصطفى شلبي اديله 2 من 10، ما بقتنعش بمصطفى شلبي، دي وجهه نظري، مش عايز تزعل وتقولي نفسيتي والحاجات دي، الكلام اللي بيوصل لعيبه الكوره. الحقيقه انا مش مقتنع بمصطفى شلبي من ناحيه ان هو هاف، فكره هاف دي بالنسبه لي مش مقتنع بيها قوي، انا حاسس ان هو باك. ناصر ماهر النهارده اديله 5 من 10، تسرع كتير، بيستلم كرة حلو لكن الفينش عنده ضايع. مهاب ياسر النهارده اديله 4.5 من 10، واخرهم يوسف اوباما عشان الهدفين اللي سجلهم فيهم توفيق ولكن برضه فيهم سعي كبير جدا، اديله 6 من 10، وهو النهارده كان مان اوف ذا ماتش. لعيبه الزمالك محتاجه تشتغل بدني بشكل كبير، لعيبه الزمالك محتاجه يبقى عندها مجهود كبير تشتغل عليه،
فان شاء الله باذن الله كل التوفيق، وان شاء الله نادي الزمالك يرجع مره ثانيه. يعني مصطفى الشلبي احسن لاعب تديله اثنين؟ والله العظيم انا عامل معاه واجب. تعالى يعني ايه احسن لاعب؟ مقاومتك يا عوض احسن لاعب من انهي اتجاه؟ معلش بالراحه انا ناقشني احسن لاعب ازاي؟ وانت عارف ان مركز مصطفى شلبي ده هاف مش باك، والله والله العظيم ما باك، ان انا اخد الكره اعملها اوفر ده دور احمد فتوح. يعني احسن ازاي؟ بيقطم، بيعمل دريبلينج، بيعدي، بيشوط. يا راجل يعني انا مش فاهم، انا عماد ايه قناعات؟ انا ما بقتنعش بكره مصطفى شلبي ده ابدا ابدا والله العظيم، ومش عايزه يزعل ويجي له اكتئاب بسبب كلامي. يلا اشوفكم على خير عشان النت الضايع ده، وان شاء الله باذن الله نحاول نطلع لايف تاني بالليل نتكلم على ماتش النادي الاهلي وبيراميدز. تحياتي واحترامي، والناس هتقول لي صوت واطي، وهنا يجي يقول لك انت مش ظاهر في الفيديو، انا هقفل احسن. باي باي يا جمال، سلام عليكم.